ومن أفراح الفوز لأحزان الخسارة. كل مرة يطلع يروح اتنين 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 واتنين وعيط واعمل عايز تعمله. وانت بتعيط ليه؟ ما الملعب هو ما تلعب. واشمعنى اللي جنبك بيلعب؟ لو تطلع تروح باصص في الارض في الاخر او زعلان يا سلام. وانا بعمل ايه؟ ماليش لازم. لسه عندي دور الثمانية الماتش الجاي، بس انا لازم اعرفكوا ان انتوا ايه الغلط وايه الصح. لما قلتش كده ابقى انا اصلا ماليش لازمة في المكان ده. كويس لازم اقول له كويس في وشه، هو ده اسلوب حياتي انا عامة كده. كويس كويس، وحش وحش. كنت عنيف شويه في الكلام مع بعض اللعيبه، لان لما يكون انت في هدف معين انت عايز توصله للولد او للناشئ ده، في البعض بيستوعب الكلام وفي بعض جاي مش مستوعب. جه الوقت اللي خلاص فيكوا ناس هتطلع مش هتكمل، وده مش علشان خاطر برضو انها الفرصه الاخيره في حياتك. ممكن تكون ما وفقتش النهارده لاي سبب، ان شاء الله توفق في وقت تاني في فرصه تانيه. احنا هنختار دلوقتي التلات لعيبه، احسن تلات لعيبه في الماتش الاول، لان دي فقره الشاره الذهبيه. فالشرا معاك يا احمد، مين الثلاثه اللي عجبوك النهارده؟ طبعا علي، تعالى علي، خليها علي. فين ابراهيم؟ تعالى يا ابراهيم. ابراهيم انت 8 صح؟ برافو يا ابراهيم والله العظيم. طبعًا. عارف ليه؟ عشان انت ما بتخافش، تسمع كلام الكابتن وبتحاول تطلع الكره من تحت برجلك. برافو عليك، وانت كمان لعيب جامد والله. برافو عليك. برافو. طيب قبل ما تختار يا احمد، عايز اقول بس ان الشاره الذهبيه دي شاره مهمه قوي، لانها مش بس هتحمي اللي هياخدها النهارده، ولكن هتاكد وجوده في الدور قبل النهائي، يا اما ان شاء الله مع فريقه، او لا قدر الله لو خسروا مع الفريق اللي هيكسبه. لا بصراحه انا شايف ان يستحقها علي. سقفوا لصاحبكم يا جماعه. وكالي ما ينفعش ما ياخدهاش، يعني الولد ما شاء الله بيدفنس على الكورة ومهاري وبيعمل كل حاجة في الكورة تقريبا، وما شاء الله دماغه حلوة قوي وطريقته في اللعب حتى جميلة تحب تتفرج عليه، فكان طبعا لازم يستحقها عليه. اللي أخذ الشارة الذهبية ده النهاردة، أنا كنت في أول مباراة همشيه، هو ده اللاعب اللي أنا عايزه، دي النوعية اللي أنا عايزها، عايز لما يحس إن هو وحش يطور في نفسه وإن هو لعيب كويس. النهاردة اختاروني الشارة الذهبية عشان الحمد لله تعبت وضغط من أول ماتش، ضغطنا فاستحوذنا على الماتش، بس الماتش هرب مننا في كورنا. كابتن علاء، محتاجين ثلاث أسامي هيطلعوا يقفوا جنبنا هنا، وبعد حضرتك هتقول لي أول اسم هيمشي وتاني اسم هيمشي. أول لاعب يدخل دائرة خطر عمرو إبراهيم، تاني لاعبين كان محمد هاني، وكان تالت اسم يدخل دائرة الخطر هو معز ضياء الدين. لحظات حزن وخوف عاشها لعيبة في دائرة الخطر قبل ما استقر كابتن علاء ميهوب على بقاء اللاعب. هاد عمرو، عمرو إبراهيم محمد. طيب انت دلوقتي هترجع على فين؟ ترجعوا على مراكز التدريب، هتتمرنوا لحد قبل دور الثمانية. انت زيك زي زمايلك اللي قاعدين، ممكن ترجع تفضل قاعد في البيت، ممكن تروح تتمرن، وان شاء الله ترجع تاني على دور الثمانية. تزعلش تزعلش. شكرا يا رجال. يلا حزن كبيرة من الأداء سيطرت على كل اللاعبين، زادت بالتأكيد بعد استبعاد اتنين من زمايلهم. وبكده يكون تم استبعاد اللاعب محمد هاني واللاعب معز ضياء الدين،